اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا، اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا، اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا وأن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فينعمون، وينعمون فيشاهدون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ارفع يا رب مقتك وغضبك عنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، رضنا وارض عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل مصر آمنة مستقرة، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم.